الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. نستكمل اليوم الدرس 17 وهو بعنوان الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه. بداية دعونا نشرح العنوان. بالنسبة لكلمة الصحابي، الصحابي بداية هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وصدق بما أنزل عليه ومات على الإسلام أو على الإسلام. إذا الشرط أن يؤمن به ويموت على الإسلام. الآن الصحابة هم جيل عظيم تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة إلى نهايتها، وهم من حملوا لواء الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من قاموا بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وصبروا على الأذى. لذلك سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهم رضوان الله عليهم يستحقون جنة الله وبشروا بالجنة بعضهم، ومنهم الصحابي الزبير بن العوام. سنتعرف بداية من هو الزبير بن العوام. بالنسبة للبطاقة التعريفية، اسمه الزبير بن العوام القرشي رضي الله عنه. هو الزبير بن العوام هو بن العوام بن خويلد، ابن العوام بن خويلد. العوام بن خويلد هو ابن أخ خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. هذه فقط معلومة. ولد قبل البعثة 17 سنة. كنيته أبو عبد الله، هو نفسه عبد الله بن الزبير. صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. إذا هي أخت حمزة وأخت عبد الله وأخت أبو طالب. لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى كلمة الحواري هو الصاحب المخلص الصديق المعين، وأطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لأنه صاحب هذه الصفة. توفي أو استشهد سنة 36 للهجرة وكان عمره 66 سنة. الآن نأتي إلى المخطط الآتي. أتأمل الشكل الآتي وأستنتج منه علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالزبير بن العوام. هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام متزوجين من أختين، بدليل الجدول أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والزبير، الرسول تزوج من عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فهي كانت بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والزبير بن العوام تزوج من أسماء بنت أبي بكر الصديق أيضا. إذا أسماء وعائشة خوات، وهم يعني بلغتنا عدايم. أيضا أسماء بنت أبي بكر الصديق لقبت بذات النطاقين لموقفها في الهجرة كما ذكر سابقا. نأتي إلى إسلامه. كان الزبير بن العوام من السابقين إلى الإسلام في مكة، وكان من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم على يد أبي بكر الصديق في بداية الدعوة، فلما أسلم عذبه عمه ليرجع عن دينه، لكنه يعني ثبت على دينه ورفض أن يرتد عن الإسلام، وكان يردد دائما والله لا أكفر أبدا. بالنسبة لإسلامه يقال أنه أسلم وهو ابن 8 سنوات أو 12 أو 16. أيضا هو من السابقين، يعني سواء 8 أو 16 هو من السابقين. وعمته خديجة بنت خويلد، وعمه الذي عذبه هو نوفل بن خويلد. هاجر مع زوجته وهي أسماء كما ذكرنا بنت أبي بكر الصديق، وهي أخت أم المؤمنين عائشة إلى المدينة المنورة. لكن أسماء كانت حاملة عند وصولها إلى المدينة، ولدت ولدا سمته عبد الله، فكان أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. إذن أول مولود بالإسلام بعد الهجرة عبد الله بن الزبير. نأتي إلى أستنتج. أسلم الزبير بن العوام صغيرا وتحمل الأذى. على ماذا يدل ذلك؟ يدل على ثباته على الحق وشجاعته. بالنسبة لجهاده وشجاعته، شهد الزبير بن العوام يوم بدر، وكان قائد ميمنة في يوم بدر، وأظهر شجاعة وثبات في القتال، وكان مشهور بعمامته الصفراء، إذا لبسها عرف أنه سيقاتل حتى النهاية. وثبت يوم أحد أخذ يرمي النبلة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في الوقائع كلها كواقعة الخندق وخيبر وفتح مكة. أيضا شارك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيوش، هو يعني عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم.
عاش في زمن أبي بكر الصديق وعاش في زمن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فكان مع كل خليفة يشارك في بطولات مختلفة. فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى فتح بلاد الشام، وكان له مواقف بطولية في معركة اليرموك. بالنسبة لأقرأ وأتأمل، كان الزبير أول من سل سيفا في الإسلام. قبل الإسلام كان صغير قبل الهجرة، والشيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، فخرج الزبير بن العوام ماشيا بين الناس وهو كان غلام فتى صغير يحمل سيفه، فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان سليما معافى، لكن يقال أن هذا وسواس شيطان. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير عندما رآه، وقال قال فيه الرسول: لكل نبي حواري، وحواريه أنا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، دلالة على أنه مخلص ومعين للنبي صلى الله عليه وسلم. استخرج من النص صفتين الصحابي الجليل: شجاعته أولا، ثانيا حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لكرمه وإنفاقه، يقال أن الزبير بن العوام كان تاجرا غنيا، ولكن كانت تجارته فيها بركة، فكان يسأل دائما: كيف أدركت هذه البركة من التجارة أو في التجارة؟ أخبر أنه كان لم يغش ولم يخدع في بيعه، وأنه كان يرضى بالربح القليل، وكان كثير الصدقة والإنفاق. أيضا معلومة خارجية: هو توفي سنة 36 هجرية، وكان عمره 64 سنة، وقتل على يد، يعني كان عندما قتل عثمان بن عفان فذهب ليثأر أو يقتص من قتل عثمان، فاستشهد في موقعة الجمل. الآن نأتي إلى الأسئلة. أبين صلة قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم بالزبير بن العوام، هو ابن عمتي الرسول صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب. أكتب موقفا يدل على شجاعة الزبير بن العوام في مكة المكرمة قبل الهجرة. هو أقرأ وأتأمل: أن أول من سل سيفا في الإسلام ليدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما أشيع أنه قتل فخرج ماشيا بين الناس وهو حامل سيفه. السؤال الثالث: أذكر ثلاث وقائع شارك فيها الزبير بن العوام. هي الوقائع قلنا كثيرة، لكن نستذكر منها أحد والخندق وخيبر. بارك الله تعالى في تجارة الزبير بن العوام. أبين سبب ذلك: أنه كان لم يغش ولم يخدع في بيعه، وأنه كان يرضى بالربح القليل، وكان كثير الصدقة والإنفاق. الآن السؤال الخامس: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. أولا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شارك الزبير بن العوام في فتح بلاد الشام. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام بأنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفقكم الله إلى طريق الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.